مباراة الأهلي والإسماعيلي بقى، يعني تظل مباراة الأهلي والإسماعيلي مباراة ممتعة، حتى لو الإسماعيلي ممكن طبع خاص. طبعا يعني حتى لو الإسماعيلي ممكن بيمر بظروف صعبة، المستوى قليل شوية، لكن بتظل مباراة حلوة، الناس بتنتظرها. الإسماعيلي من الفرق اللي أنا بحبها على المستوى الشخصي، الإسماعيلي بيقدم كرة حلوة، عنده لعيبة صغيرة، هتلاقي فيه كميات جري كتير في المباراة، ودايما الإسماعيلي حتى لو رجعنا لمباراة الدور الأول كان في روح عالية جدا من لعيبة الإسماعيلي، أدوا مباراة كبيرة في الدور الأول، والنادي الأهلي فاز برضو بهدف وليد سليمان. المباراة القادمة أمام الإسماعيلي برضو يعني لا تقل أهمية، برضه مباراة صعبة رغم إن الإسماعيلي بيمر بأزمات فنية، لكن طبعاً أكيد هتبقى مباراة على مستوى الفني تحب تتفرج على الماتشات بتاع الأهلي والإسماعيلي، لأن الاثنين بيلعبوا كورة، والنادي كورة مفتوحة وكورة هجومية، والإسماعيلي برضو عايز يكسب، والنادي الأهلي عايز ليه الهدف الأكبر، إنه خلاص متبقي 8 نقاط، عايز يعني يقرب بقى المشوار عشان نحتفل بالدرع 42 إن شاء الله.